مشاهدينا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع دكتور علي أبو طحين عضو فريق الإعلام الطبي. دكتور بداية مرحبا بك. إذن زعيم التيار الصدري أخذ اللقاح ودعا أنصاره أيضا، كيف تلقيتم هذا المشهد؟ مساء الخير، تحياتنا لحضرتكم الجميع المشاهدين. فعلا تلقينا الخبر بسعادة صراحة، لأنه يعني إحنا نحتاج شخصيات عامة وشخصيات مؤثرة تبادر بأخذ اللقاح، وبالخصوص سماحة السيد مقتدى الصدر وما يعني يمثله من مكان العديد من أتباعه وطبيعة العلاقة مع أنصاره ومقلديه. فيعني هذا كانت بادرة خير، استبشرنا خيرا صراحة من شفت الفيديو للتلقيح والصور انتشرت مساء أمس، تبشرت خيرا. نحن صراحة من زمان نشجع ونتمنى أنه هكذا خطوات، يعني نتمنى أن تكون سماحة السيد شخصيات يعني أخرى مؤثرة بالمجتمع العراقي، تعرف شخصيات دينية لها فد حظوة ومكانة كبيرة بالعراق، كان لها صدى كبير. يعني قبل كم يوم أيضا رئيس الجمهورية يعني بادر بأخذ اللقاح، شخصيات أخرى فنية رياضية، ندعو أيضا يعني وجهاء المناطق، شيوخ العشائر، أي من له يعني كلمة وصوت وحظوة لدى الناس أن يبادر بأخذ اللقاح، لأنه هذا مستقبل يعني صحة وفائدة ومنفعة لجميع أفراد الشعب. جيد دكتور، دكتور إذا يعني تسمح لي، يعني بعد هذه الدعوة وهذا الإقبال الكبير على مراكز التلقيح، البعض يعتقد أنه من الممكن أن تؤدي هذا أو يؤدي هذا الإقبال إلى نفاذ اللقاحات في العراق. يعني هو إحنا ندعوهم لأخذ اللقاح، اللقاحات إن شاء الله موجودة، لكن يعني نحتاج تنظيم، يعني إقبال يصير إقبال شديد راح يسبب زخم على الكوادر. إحنا اللقاحات موجودة وجزء من المخازن تحتاج نقل، قد يؤدي إلى نفاذ. إحنا أكو شحنات راح تأتي، يعني إحنا العراق بالمية تعاقد وأكو لقاحات موجودة بالمخازن، إن شاء الله تكفي لهذا العدد، ونحتاج إحنا هذا يعني ديمومة ولا داعي للاستعجال. يعني إحنا كلش فرحنا، لكن إنه يعني قلنا يعني هو طبيعة العلاقة ما بين سيد مقتدى وأنصاره، يعني إن شاء الله يعني اتباعا يوصلهم اللقاح للجميع يأخذون خلال جميل جدا دكتور. الأسابيع القادمة إن شاء الله. دكتور الآن ظهور سلالات جديدة، يعني اللقاحات الموجودة في العراق هل هي يعني تكافح جميع السلالات التي من الممكن أن تظهر أم تكتفي بنوع معين فقط؟ نعم، يعني صراحة لحد يعني بالنسبة للسلالات الجديدة يعني هي غير معروف لحد الآن، هو غير مثبت أنه هذه فعالية مدى فعالية اللقاحات هذه ضد السلالات الجديدة. قسم منها يعني فعالة نسبة فعالية، فهي سواء سلالة الهندية أو قبلها الجنوب أفريقية والبرازيلية، مدى فعالية اللقاحات هذه اللقاحات تجاه هذه السلالات الجديدة غير معروفة، ولكن أثبتت كفاءة جيدة لحد ما في أيضا السيطرة على هذه السلالات الجديدة. إن شاء الله تكون فاعلة، غير يعني ماكو شيء مثبت أنه يقول فاعلة، ولا كذا لا يوجد شيء يقول أنه غير فاعلة، لكن الاحتمالية الأكبر أنه إن شاء الله تكون فاعلة ضد هذه السلالة. دكتور المعطيات الأولية والشغلات. نعم دكتور، بالنسبة للسلالة الهندية الجديدة، يعني العراق لديه يعني هل هناك أجهزة لكشف هذه السلالة عن هذا الفيروس؟ يعني هل هناك فحص معين خاص؟ فحص السلالات والاعتراف الفيروس توفر بالعراق بشكل يعني محدود، هي ليس جميع الإصابات يعني يؤدى الإجراء لها هذا الفحص حاليا، لكن بالتأكيد يعني يجرى بين فترة وفترة أخذ عينات عشوائية أو المشكوك بها لفحص هذه الاعتراضات والسلالات أو إرسالها إلى مختبرات مرجعية في حال لا توفر. لكن الحمد لله يعني بحسب ما قبل شهر تقريبا توفرت هذه المختبرات وأصبحت موجودة وتشخص، قادرة على تشخيص يعني تشخيص هذه السلالات. الحيطة والحذر واجب. إحنا يعني اليوم موضوع إغلاق الحدود وتقليل السفر من وإلى الهند فشيء أساسي، لأنه هذه السلالة نشوف يعني يؤسفنا ما نراه ونسمعه عما يحدث في الهند من إصابات عديدة ووفيات كبيرة. دكتور في سؤال أخير، يعني وزارة الصحة كانت قد تحدثت عن ربما يعني وصول أكثر من 20 مليون جرعة، حتى الآن كم وصلت ومتى ستأتي هذه الكميات الأخرى؟ يعني بصراحة لا يحضرني رقم دقيق إيش قد وصلنا، لكن يعني إن شاء الله هذه تصل تباعا، وتم يعني زيادة العدد والشركات زيادة مع شركات، وهناك ممكن يعني تعاقد مع شركات أخرى. يعني هو كجميع الدول في نيتها رقم هذا، لكنه وصل جميع لحال ما يحضرني رقم بالضبط،
لكن هناك المخازن موجودة، يعني اللقاح الصيني موجود، أسترازينيكا موجود، وفايزر أيضا كمية جديدة وصلت، يعني إن شاء الله تدخل الخدمة خلال هذا الأسبوع، فيعني كميات جيدة، وإن شاء الله تباعا راح تأتي هذه الكميات. إحنا إن شاء الله هاي يعني الهبة اللي صارت والإقبال إن شاء الله من المواطنين يستمر ويشجعون الآخرين على أخذ اللقاح، وإن شاء الله تباعا يصل اللقاح لجميع الفئات المستهدفة إن شاء الله. دكتور علي أبو طحين عضو فريق الإعلام الطبي، شكرا جزيلا لك.